خلينا نشوف سعود حمود لاعب نادي النصر ايش قال محمد الشهراني عن المباراة. كابتن سعود حمود نجم هجوم نادي النصر، كابتن سعود النصر يقدم مستويات يعني الكل اشاد فيها في مباراة قوية، مباراة ديربي ضد الهلال. انت كلاعب سعود كيف تحضر نفسك مباريات ديربي زي كذا؟ يعني مباراة طبعا ما راح تكون سهلة لا علينا ولا عليهم، يعني من يوم بدأ الدوري صح ان مستوانا كان كويس بداية، يعني يمكن اقل مستوى لعبناه في المباريات الاربع ضد الفتح، بس احنا باذن الله استعدادنا للديربي باذن الله بدأ من بعد مباراة التعاون، والمدرب كلمنا على هالشيء وباذن الله ان مستعدين انا وزملائي اللعيبه مستعدين للمباراه ان شاء الله. طيب كابتن سعود ما شاء الله تبارك الله بعد الاصابه كابتن سعود هو يعني زي كابتن سعود قبل الاصابه. سعود شكلك اهلت كويس واشتغلت على نفسك كويس. والله شوف يعني بالذات في هذه الاصابه اخطر اصابه انا اشوفها للاعب صراحه رباط، يعني والله يشفي عوض ان شاء الله منها قريب ان شاء الله ويرجع لنا بالسلامه. انا طبعا ما حد لو ما كنت حريص على نفسي انا ما حد بيكون احرص مني. طيب سعود يعصب ليش؟ اذا جاء تبديل ولا شيء يعصب، حماس زايد ولا ايش؟ لا بس يمكن مباراة الرايد هي اللي غيرني فيها، بس يعني احنا كنا فايزين وانا ما يعني يمكن لو المدرب كان نزل مهاجم بدالي يمكن اكون ما عصبت، يمكن لو نزل سعران يمكن، بس انه ينزل لاعب ولا نزل عبده وانا لاعب هجوم وعبده لاعب وسط، يعني هذا اللي زعلني، بس اني ما زعلت على التغيير يعني. بس لا بس هو مدرب كلمني وما في شيء، متران ما عليه خوف ان شاء الله. توفيق يا سعود وان شاء الله نشوفك من افضل الافضل ان شاء الله باذن الله. هذا كلام سعود حمود، لأن محمد الشهراني في كل مكان. نشوف وش قال ياسر قحطاني لمحمد الشهراني. عبد العزيز خطوة جبارة من إدارة هلالية بصراحة، تمنيت أنك لحقت على الأشياء هذه الأكاديميات والاهتمام بالنشء واللاعبين الناشئين. في البداية الحمد لله رب العالمين، أكيد والله يعني الموضوع هذا هو حلم لأي لاعب سواء كان كبير أو صغير، نتمنى إن شاء الله أن احنا نلقى يمكن يلحق عليها عزوز ولدي إن شاء الله ويستفيد من المدارس هذه اللي احنا نتمناه أن كرتنا السعودية تستفيد من هذه الاتفاقية بإذن الله. طيب على المستوى الشخصي ياسر بصراحة في انتقادات لياسر القحطاني، لكن ياسر كل مباراة يسجل يصنع تكون له بصمة في المباراة. شوف ما في شخص، بالعكس كل ما كثرت الانتقادات كل ما حسيت ان انت شخص ناجح يعني، وبالعكس انا الانتقاد احاول اني يعني احط الموضوع يعني في بمنظور ايجابي، يعني احاول ان اخذ الانتقاد اللي استفيد منه والانتقاد الاخر اللي ما راح استفيد منه يكون زي ما هو يعني. طيب على المستوى الهلالي بصراحه راضي الهلال بدايه تقريبا ما قد بدا من زمان. شوف الهلال متعود انه دائما يكون بطل، دائما يكون في القمه، دائما يكون في افضل المستويات، فاحنا ما راح نرضى لان يرجع الهلال ان شاء الله للموضوع هذا، هو قريب جدا ان شاء الله. النصر السبت مباراة ثلاث نقاط لكنها ان شاء الله راح تكون لها ان شاء الله لنا كهلاليين باذن الله. بالتوفيق بعد ذلك. الله يعطيك العافية. لازم تشوفوا لنا حل في مخرجنا. والله يعني مخرجنا رائع ممتاز وكل شيء فيه فنيا كل شيء، بس عنده مشكله جد حاولنا نحلها كثير انه يتابع كوره. حاولنا كثير نحل الموضوع انه يتابع كوره ونساله، وصار لما يتحمس يبغى يعطينا اخبار، يعطينا خبر من اربع خمس ايام، يتصل تليفون على كل فريق الاعداد يا شباب في خبر مهم الحقوا عليه. قبل شوي طالع السي جي الخاص باللاعب ياسر قحطاني، مكتوب ياسر قحطاني لاعب الهلال، فضح الدنيا في الكنترول انه ليش ما كتبته سابقا؟ يعتقد انه لا زال في العين من باب التصحيح، واحنا لازم نشوف حل مع المخرج. فاصل قصير بعده نعود لمواصله الحديث في البرنامج.
دوم والجبال يقودا للشباب والفتح لتميز الجولات الأولى في زين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعين روتانا في المملكة العربية السعودية كابتن فهد العربي والأستاذ عبد الكريم الجاسر المضيف حلقة الليلة. فهد قلت لي تبغى تعلق على كلام لايبا. والله شوف أول شيء على علي يزيد، أنا الحقيقة ميال كثير علي يزيد ياخذ فرصته. أنا أعتقد سعود علي يزيد سعد حمود اشبههم بعض سعود. أنا عاد العادة حتى في تويتر أكتب سعدون حمود أروح على لاعب الاتفاق سابقا. فالحقيقة أنه لاعب كبير، أنا أشوف وجهة نظري يخدم طريقة الفريق، عنده حلول فردية يحتاجها الفريق النصراوي أكثر. لكن أنا أحس أنه كل ما جاء اللاعب يطلع كفخ المدرب على رأسه. يعني شفنا مباراة الفتح جاب جول راح طلع عن المباراة اللي بعد المباراة اللي بعدها ما يعطي فرصة، عنده اقتناع تام للسهلاوي. أنا أعتقد التنافس بين لاعبين مطلوب، لا مطلوب أنا كمدرب تعرف متى تحتاج اللاعب تعطيه فرصة أنه يلعب. كان بودي المباراة السابقة أنه سعود يلعب المباراة ويرك يعني مع محمد سهلاوي عشان يشد حيله أكثر في المباراة. لاعب كبير قناص ما اختلفنا في تشابه في اللعب بين يعني السهلاوي ويوفي. أنا كان بودي أنه يلعب سعود لأنه أعتقد أنه عنده اختلاف في وظيفة اللعب. يعني هذا كان مفروض. المفروض أنت سألتني على طريقة المدرب كيف يكسب وكيف. أنا أشوف أن المدرب يجب أنه يغير في موضعية الطريقة اللي يعملها في كل مباراة. النصر لاعب بطريقة الكرة الشاملة، قلت لا تخدمك أمام فريق الهلال، لا تخدمك أمام فريق الشباب، تخدمك أمام فرق الوسطى، الفرق اللي تحس أنك أنت المفروض أنك تبادر أكثر من أنك تكون فيه. لما تكون في كفتين متكافئة يجب أن التكتيك يتغير مباراة الأخرى.